الألفين كلمة الأكثر استعمالا في اللغة الألمانية. الجزء الثامن، المطبخ ومكوناته في اللغة الألمانية. Die Küche und ihre Teile in der deutschen Sprache. مطبخ جاهز أو مجهز. Die Einbauküche. Die Einbauküche. غسالة صحون. دي شبول ماشينة. دي شبول ماشينة. شفاط بخار. دي دونست أبزوغس هاوبة. دي دونست أبزوغس هاوبة. ثلاجة. دي كول شرانك. دي كول شرانك. مكان تحضير الطعام. دي أبايتس بلاتة. دي أبايتس بلاتة. خزانة معلقة. دي هانجي شرانك. دي هانجي شرانك. موقد. موقد. دي هاد. دي هاد. فرن. ده باك اوفن. ده باك اوفن. حوض غسل الصحون. داس شبول بكن. داس شبول بكن. مقعد مطبخ. ده كوشن هوكا. ده كوشن هوكا. درج أو درج. دي شو شوبلادة. دي شوبلادة. دي شوبلادة. مجمد. دي جفرير شرانك. دي جفرير شرانك. فرن ميكروويف. دي ميكرو فيلا. دي ميكرو فيلا. خلاط. ده ميكسا. ده ميكسا. خلاط. ماكينة المطبخ. دي كوشن ماشينة. دي كوشن ماشينة. خفاق كهربائي. داس هاند جيريت. داس هاند جيريت. غلاية الماء. ده واسا كوخا. ده واسا كوخا. محمصة خبز. ده توستا. ده توستا. ميزان المطبخ. دي كوشن واغه. دي كوشن واغه. طاهي الأرز. الأرز. der Reiskocher. der Reiskocher. ماكينة قهوة. ماكينة قهوة. دي كافي ماشينة. دي كافي ماشينة. مناديل مطبخ. das Küchen Papier. das Küchen Papier. مريلة مطبخ. دي شورتة. دي شورتة. صينية خبز. داس باك بليش. داس باك بليش. صينية إفطار. داس تابلت. داس تابلت. قفاز الفرن. ده توبف هانشو. ده توبف هانشو. قشارة. ده شيلة. ده شيلة. لوح تقطيع. داس شنايد بريت. داس شنايد بريت.
سكين مطبخ، داس كوشن مسا، داس كوشن مسا. مصفاة الطبخ، داس كوشن زيب. فتاحة علب، der Dosenöffner، der Dosenöffner. مبشرة، die Reibe، die Reibe. ملعقة خشبية، der Kochlöffel، der Kochlöffel. مقلاة، die Bratpfanne، die Bratpfanne. مقلاة صينية، der Wok، der Wok. قدر للطهي، der Kochtopf، der Kochtopf.